نشكر مراسلنا مشعل الشمري على هذا على هذه الفقرة الجميلة، ونشكر معدنا عبد الكريم العليان على هذا الإعداد الطيب وعلى هذا النقل المباشر اللي شفنا فيها اليوم الصورة الجميلة للكويت من سوق شرق. الآن ننتقل إلى فقرة ديوان المواهب ديوان الشباب، ومعاي أخوي عبد الوهاب الجهيري. مرحبا فيك. مرحبتين يا هلا. طول بعمرك. الله يسلمك. أنا شفت قاعد أقرأ تصوير الأطعمة، قلت تصوير الأطعمة شنو؟ متفرغ يصور الأكل سناب شات ولا شنو الموضوع عبد الوهاب؟ بس ناكله، نحطه وناكله. يلا وين أكلك؟ أنت جايب شيء اليوم؟ وينه؟ اليوم بكلمك عنه. أنا قالوا لي أكل، قلت اليوم خلاص غبقتنا اليوم هني، سحورنا هني، يلا احكي لنا على الموضوع هذا. بالنسبة حق تصوير الأطعمة وهو جانب من جوانب التصوير التجاري. طبعا التصوير في الآونة الأخيرة صار هواية أكثر الشباب، أكثر الجيل الجديد اللي طالع. فجزء من الشباب هذول قرروا أنه مثلا يتخصص بنوع من الأنواع ويحاول أنه ينقل موهبته وينقل هوايته إلى أنه تكون مهنة. فهذه واحدة من الشغلات اللي احنا سويناها، شفنا نفسنا انه والله ممكن يكون التصوير اكثر من مجرد هواية، فحبينا ان نطور من نفسنا في هالمجال، حبينا ان نتخصص بشيء معين. والحمد لله يعني الحين بدينا من سنة 2010، اليوم كملنا قرابة 6 سنين، بدينا في شيء التصوير بشكل شامل تقريبا، الين شوي شوي قدرنا ان نتخصص بشيء معين واللي هو تصوير الاطعمه. تشوف محتاج يعني فن في التصوير الاكل؟ يعني شو يعني طبق مثلا يحط لك اياه مثلا مكبوس دي مساعه، قال مكبوس دياي، اكله معينه لها طريقه في التصوير، يعني كاميرات معينه. صحيح. اسلوب معين. هي بالنسبه حق المعدات دائما انا ما احاول اركز على نوع العده اللي عند المصور، بالنهايه دائما احب اقول حق اللي يبي يتعلم التصوير، انت ممكن تتعلم التصوير حتى بكاميرا التليفون، لكن بالنهايه التصوير يتم فن من الفنون، حاله حال الرسم، حاله حال الطبخ. فالطباخ اللي يطبخ الطبخه بنفس الوقت شلون يقدر يوصلها حق الزبون اللي بياكلها او الشخص اللي بياكلها. بالنهايه لنفرض مثلا مكبوس الدياي، اذا انت مو صاف الاكله بالطريقه اللي يعني حتى صفه الاكل لها طريقه معينه اساس التصوير. بالضبط. انت بالنهايه تحت تصوير الأطعمة في كذا وظيفة قاعد تندرج تحت هالشيء. في شغلة اسمها فود ستايلينج، اللي هو ترتيب الطبق أو تزيين الطبق عشان يدخل أو عشان تصوره بالطريقة اللي الزبون لما يشوف المنيو مثلا مع المطعم يتقبلها ويشتهي إنه يأكلها. فهذه واحدة من الأمور اللي تندرج تحت تصوير الأطعمة. في شغلة ثانية اسمها Art Direction، الثيم نفسه، الأجواء، نفس ما هني بالاستديو عندنا دايركتر، عندنا شخص مسؤول عن الديكورات مثلا، انه يهتم والله نحط الفانوس هني ونحط الديكور هذا المعين هني. نفس الشيء بشكل يمكن مصغر شوي على طبق مكبوس الدياي. قضيت دورات في الموضوع اونلاين؟ اونلاين يعني لما يعني نقول من نفسك يعني موهبه. بالضبط. بالضبط. شلون اتجهت لهالطريق؟ يعني ما تخطر على بال احد يعني. صحيح. يعني لما تقول لي تصوير اطعمه، من امس وراك شنو تصوير اطعمه؟ يعني اتجاهك لتصوير الاطعمه جت يعني من شفته من ناحيه تجاريه، فيها مكسب، فيها طلب، اتجاهك لها. صح. انا مثل ما قلت لك احنا بلشنا في كذا. الفكره شلون جت لك؟ بالضبط. بلشنا في كذا نوع من انواع التصوير، ف مع طلعة الانستغرام يعني طبعا بعد ما دخلنا بهالمجال طلع موضوع الانستغرام، بعدين بلشت المشاريع المنزلية، فبلش يزيد الطلب على موضوع تصوير الأطعمة وتصوير الأكل. فهني لما شفنا أنه والله مثل ما تفضلت كمشروع تجاري دائما أشوف من منظور ربحي، هل هالشيء مربح أو لا. يعني مثلا يجيلك الطلبات يومية مثلا؟ بالضبط. يعني لك يومي طلبات تصور اكلنا في المطعم الفلاني، بنحط اعلان، بنسوي منيو. وشنو انواع التصوير تسوي حق منيو، حق اعلانات، حق داخل المطعم؟ تكلم لي عليه. يعني بالنسبه حق التصوير لينا خاصه ان الحين موسم عندنا رمضان، فكل شيء يتمحور حوالين الاكل والسفره.
فدائما التصوير لي انه اكيد حق مطاعم، تصوير منيو حق شركات المطاعم الكبيره طبعا، مواقع الكترونيه مثلا، مواقع الكترونيه الانستغرام، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. يمكن بعض يقول لك يا عود شيء قصه، هي حط الكاميرا وصور الاكله وضبطها شويه ونزلها. انا معاك 100% ان هالحكي كان ينقال من 5 أو 4 سنين، كان ينقال هالحكي، كان ينقال هالحكي، لكن اليوم حتى اللي ما يعرف بالتصوير او مو مثقف بالتصوير صار اجباري عليه انه يتثقف بالتصوير. شلون؟ يوميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال داير مداره اللي يشوفه المطاعم قاعد يشوف الصور، الصور هذه تكون تغذيه بصريه للشخص هذا. تغذيه بصريه بالضبط، يعني الصوره كذابه، الصوره مو بالضروره تكون كذابه. يعني انا بعد المرات اشوف اكله بالمنيو او اشوفها مثل معلقه بوجبه سريعه، صح الله شحلاته والله شكلها يشوق، اخر شيء ما تقدم نفسك، ولما اطلبها طالعها مو نفس اللي انا شفتها بالصوره ولا هي نفس الطعم بعد. هذا هني دور الفود ستايلست، هني المطعم لما يجي حلو انك تتعامل مثلا مع زبون فاهم هالشغله، والحمد لله احنا زبايننا وايد يعني من عمر معانا ففاهمين الامور هذه، فلما تجي تقول له بسوي لك فود ستايلينج خلاص يعتمد عليك انه والله انت راح تزين له الطبق، ويجي الشيف ماله يتعلم شلون يسوي الطبق هذا وتركيبه ويبلش يقدم الطبق على هالطريقه. كلام حلو، بحكمل وياك بشوف صور وبك تعلق عليها. مخرج جاهز الصور؟ عطني اياها. تفضل. تفضل. هذه مثلا اعلان معين. هذا اللي احد محلات او مطاعم السينابون بالكويت. هذا انتم مصورينها كذي؟ ايه. والله طريقة من بعيد بعد وحركة والله. أكيد يعني هو دائما تركز على أول شيء التصوير، هو فن التحكم بالإضاءة، طول ما أنت تعلمت شلون تتحكم بالإضاءة أنت عرفت شلون. الإضاءة لها دور. الإضاءة هي الدور كله. الإضاءة هي التصوير. الدور. بالضبط. أنت لو تسأل الكاميرا مان عندك هنا بيقول لك الإضاءة هي كل شيء. صادق. بعدها. حركة هذه. إيه هذه من الحركات التشويقية بالتصوير الأكل. دائما يمكن بلشنا شيء أو حاولنا نسوي شيء في تصوير الأكل، هو أن نضيف حياة للصورة. من الأمور المهمة أنك تخلي الشخص تحس أن الصورة حية. بالضبط. وده لما يشوف الصورة يرد يشوفها مرة ثانية. شلون تسوي هالشيء؟ بكل أنواع التصوير، مو بس تصوير الأكل، لكن تصوير الأكل يمكن يتميز هالشيء، أنك لما تضيف حياة للصورة قاعد يعني تخلي الشخص يرتبط فيها زيادة. أي والله ودي أكل هالفطيرة عشان أصب العسل مثلا عليها. أي والله ودك تصدق. بعدها. لا حول ولا قوة. لا لا بنمشي ما نكمل الحلقة. الله ما عليك. تفضل. هذه بالنسبة حق الصورة، هني اعتمدنا أسلوب التيبل توب واللي هو التصوير من الأعلى. فالنوع هذا من التصوير يستخدم عادة للأطباق نفس كذي الدائرية، للبيتزا مثلا، عشان توري جو الصورة بشكل عام. ما في داعي تصورها يعني، بروح تحكي. ها بالضبط. اللي بعده. اي هذا خذ راحتك. نفس الشيء هني الشوكلت، لما تجي تبي تصور شوكلت مثلا ما في اي حركه اضافيه، يعني هو شوكلت حلو قهوه بالنهايه، بس طريقه توزيعها بالطريقه اللي هني دور فود ستايلست. لما يجي الفود ستايلست عندنا يرتب الطبق، يرتب البروسيس هذا اساسا ياخذ وقت، يعني مجرد انك تطلع بهالصوره مو سالفه كبسه زر على الكاميرا. صح. في مسؤول عن الاضاءه يرتب الاضاءه، وفي فود ستايلست يرتب شلون شكل الطبق، يعني لما تجي لك ترسم الشكل اللي تسويه، المواد اللي تستخدمها شلون تظهرها. يعني دائما احنا الزباين عندنا نقول لهم قبل ما يرسل الاطباق او قبل ما نروح حق مطعم لما نصور منيو، نقول له دز لي صور لو بالتليفون، ابي اشوف شكل الطبق هذا شلون صاير، على اساس بالضبط، على اساس ان انا ارسم اللقطه بمخيلتي، او احاول حتى ممكن اسوي سيرش على نفس لو قلنا بيتزا مثلا، يعني ترسم الفكره اللي بالضبط. بالضبط. عليك. اللي بعدها. حلو. هني اعتمدنا اسلوب استخدام المكونات اللي تدخل بالكيكه نفسها. انت لعبت بالالوان هنا عدل. بالضبط. فلما تحط الالوان هذه قاعد تشد عين المشاهد. صح. انه يشوف وينجذب انه والله المكونات هذه، الفواكه كلها فريش، كلها حلوه، الوانها حلوه، فينجذب انه يطلب الكيكه. ويوعته. يوعته بالضبط. اللي بعد.
هني نفس الشيء على اسلوب اضافه حياه للصوره، كلنا سوى هالحركه يبي يقرم من الصحن، فبالتالي مجرد انك تحرك الشوكه كذي انت عيشت الدور انه كنا هو اللي قاعد. نعم. وهذا الذكاء اللي بعدها. الله يسامحك تفضل. هني لعبنا اكثر شيء على الديكوريشن اللي موجود بالصوره. دائما ايضا في شغله مهمه، مو دائما حلو انك تسوي خبه بالصوره وتضيف الامور البساطه. البساطه حلوه. انا قاعد اشوفك اللون الابيض دارج عندك. احنا هني ني على شنو المنتج نفسه، هل المنتج يتقبل انه يكون في الوان ثانيه، او لو مثلا لو حطينا خلفيه صفراء راح يضيع المنتج بالنهايه. صح. فنحاول دائما ان نوازن بين الالوان. دائما اللون الابيض مريح يعني. بالضبط. ويظهر خاصه الالوان الحاره عليك. والبارده اللي بعدها نفس الشيء اضافه. هذا حق بعد رمضان ان شاء الله. هذه حق الريوك كذي كرنفليكس. ومن صباح الله خير. ونفس الشيء هم اضافه حياه للصوره عايشت المشاهد وبشكل بسيط. اللي بعدها نفس هذا حبيب الجماهير البستاشيو الصوص الفستق. يموتون في هذا. هلا يموتون في هذا. اوه هذا الهبه الحين. هبه الكويت. اللي بعده نفس الاسلوب. هني بالنسبه يعني حق احد الشركات الكبيره هني بالكويت وبالعالم طلبوا نوع معين من التصوير، طبعا كل هذا احنا نوفره كخدمات إضافية، توفير الديكورات، توفير الجو العام اللي هو الأرت دايركشن. فلما ينطلب مني مثل هالأشياء تلقى أن فريق العمل عندنا يشتغل علشان يوصل الفكرة اللي يبيها. بالنهاية هذا العمل راح يطلع باسمك أنت، فتحاول أنه يكون بأفضل شكل. معك. اللي بعدها نفس الفكرة. نفس الشيء. اللي بعدها نفس الطريقة. نفس الطريقة اللي هي تحاول تشوق المشاهد انه وده يقرمها. الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة وياك عبد الوهاب. والله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على هذه الاستضافة. لا أنت المبدع و جزاك الله الف خير. يجي لك يوم تصور عندنا هني وأشوفك شلون تلعب. أكيد نجيب المعاينة هني ونبلش نصور. أخوي عبد الوهاب شكرا لك على حضورك اليوم وعلى طرحك وبالتوفيق إن شاء الله. جزاك الله. بس وراها فلوس شغلكم. إي الحمد لله. الحمد لله. إي على كل المشاريع ناجحه. احنا ما كل مشاريعنا الكويت الحين كلها مشاريع. اي والله اسال الله يوفقكم وتستاهل خير ان شاء الله. اخوي عبد الوهاب شكرا لك على حضورك. اعزائي المشاهدين ننتقل بعد شوي الى غبقتنا، واليوم راح تكون ضيفتنا اليوم الدكتوره غصون عبد الله العيدان اكاديمي وفنانه تشكيل. راح نتكلم على الفن التشكيلي ورسم البهجه، وان شاء الله ليلتنا اليوم بهجه. لكن قبل ما نروح لغبقتنا عندنا تقرير عن مسرحية كروز، نشوفها وبعدين ننتقل لغبقتنا.